يوم مختلف في شمال شرق الجوف، فقد التحمت الوحدات المقاتلة القادمة من جهة البقع بمحافظة صعدة بالوحدات المقاتلة التابعة للجيش الوطني المرابطة في جبهة خب الشعف التابعة لمحافظة الجوف. الجيش سيطر بالكامل على مواقع الخليقة ويسجل تقدما متواصلا، لينهي بذلك سيطرة الميليشيا على المثلث الواقع بين صعدة والجوف، ويحكم السيطرة على الطريق الدولي الرابط بين المملكة العربية السعودية واليمن. انطلقت الكتيبة الخاصة التابعة لمحور صعدة من جبال صلاطح شرق سوق البقع وحررت عدة مواقع باتجاه مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، قبل أن تلتحم بقوة اللواء الأول حرس حدود عند منطقة الخليقة غرب الجميشات. طيران التحالف العربي نفذ الخميس غارات مكثفة استهدفت مخزنا كبيرا للسلاح تابعا لميليشيا الحوثي الانقلابية في معسكر بمنطقة سرحان في مديرية خب والشعف. تصاعدت بعده ألسنة اللهب العالية التي شوهدت من أماكن بعيدة عن موقع الحدث في إشارة إلى حجم الخسائر التي لحقت بذلك المخزن. واستهدفت غارات الطيران مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في منطقة الجبل بجبهة الساقية في الجوف، وأدت إلى تدمير آليات وأطقم قتالية. الأنباء المتوالية من الجوف تؤكد شيئا واحدا، هو أن الجيش الوطني تقدم بسرعة كبيرة في مناطق ظلت تشهد تفاوتا في نتائج المعارك بين كر وفر. تقدم يعيد صياغة الموقف العملياتي في هذه المنطقة لصالح الجيش الوطني، ويؤشر إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت ولن تتوقف خلالها العمليات العسكرية على ما يبدو إلا بدحر الميليشيا من محافظتي الجوف وصعدة ومن كل المناطق اليمنية.